والله ما عندي نية في المشاكل، خليني نمشي على حالي بالله. خليني نمشي على حالي يا أخوي. شو تبي مني؟ خليني نمشي، ما عنديش نية في المشاكل أنا. بوسني الكوري تبدأ في الأمان زيك زيه. أنا هيك ولا هيك ميت. السلام عليكم. كيف حالك استاذ؟ لين؟ أخبار طيبة؟ تفضل استريح عشان زيد فضلك. كيف نقدر نخدمك ان شاء الله؟ معك النقيب عمر، رئيس المباحث الجنائية فرع طرابلس. مرحبتين بك يا فندي. ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. وسامحني على جو عندي ارس نبي نصوره، ظروف الخدمة هي اللي تحكم علي هيك. لا ولا يهمك، كيف نقدر نخدمك؟ ركز معي كويس يا اسماعيل، لأن الموضوع ما يتحملش التعطيل ومهم جدا. والله حاضر، اللي نقدر نديرها حنديرها معك. الصورة هذه لقيتها تتبعكم، لقيت عليها اللوجو بتاعك. نبي الأرشيف بتاعها والصور اللي تصوروا معاها في نفس اليوم. الصورة هذه هي تبع الاستوديو بتاعي صح؟ تقريبا قبل 10 شهور هيك شو هذا. والله احنا ونصيب الحق، يعني الصورة قديمة هلبة، لكن نجرب حظك ونشوف، يعني نقدر ندور لك في هاردسكات مرات احتمال نلقاها لك. يعني توكل على الله وان شاء الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أفندي. كيف الحال؟ الحمد لله. عبد الله. معك النقيب عمر. أنا اللي ماسك قضية صاحبك يوسف. تفضل جالس. تشرف. قبل ما نسألك أي سؤال يا عبدو، يا ريت تكون صادق وصريح معي، لأن أي معلومة كويسة بتقولها حتفيدنا وحتفيد صاحبك يوسف. والله يا أفندي أنا تحت القانون ولا منال. يوسف خالد العمري اسمه هو ولا؟ ايه هيك اسمه صح. تقدر تقول لي حوشهم وين بالضبط؟ هو يوسف صاحبي الحق، لكن حوشهم وين بالضبط هذه الله اعلم، بحكم ان احنا ديما كنا نتلاقوا في الشارع ويجيني الحوش ديما ونتلاقوا في الصاله لما كان يمشي يتمرن، لكن حوشهم وين الله اعلم. ديما تتلاقوا مع بعض وتمشوا مع بعض للصاله وصاحبك هلبه وما تعرفش حوشهم وين؟ يوسف صاحبي ايه الحق وزي خوي وخوي اللي ما جبتهاش يمي، لكن حوشهم بالضبط وين يا فندي زي ما قلت لك ما نعرفش، لكن هو تقريبا جهه سوق الجمعه، لكن وين الله اعلم. سوق الجمعه باي خالد العمري ابوه، تعرف شكله وين يخدم؟ اي معلومه عليه؟ نعرف شكله، كان ديما يتردد يجينا للصاله لما كان يوسف يتمرن، اما كانش يخدم هذه تقريبا يخدم فرشه، لان لما كان يجينا للصاله حوايج ديما ملبزات بالزيت. ما لاحظتش انها غريبه؟ يونس ما بينش ولده بين الحياه والموت. ايه حتى انا مستغرب زيك الحق. بقى يونس مختفي وما نعرفوش وين، ما فيش اي حد من افراد عائلته شي يسال عليه؟ ما يا فندي شو بنقول لك، بيني وبينك قرب شوي تكلم عادل زي نفسي.
يوسف ولدار رعاية، بنينا من دار رعاية، فهذه أكتر حاجة ممكن أعرفها لعائلتي. أخطائك ما نعرفش. هيك الموضوع منطقي. بقى الفترة الأخيرة ما عندهاش مشكلة مع أي حد براني، شاري مشكلة مع حد مثلا. كنا نقول لك يا فندي إن يوسف مسالم مبعد الحدود شوية فيه. مسالم هذه صعبة شوية يا عبدو، صاحبك مضروب برصاصة وما تنساش إنه هو ملاكم. حتى أنا مش عارف كيف تجي الحق، لكن يوسف يحب الملاكمة كهوية كهواية بس. أخطأ من هيك، هو من داخل إنسان طيب وهادي، وهادي شهادة الكل الحق. تمام تمام. أي خدمة تانية يا فندي؟ لا سلامتك. هذا رقمي، خزنة عندك، ولو عندك أي معلومة تبي تقولها لي كلمني في أي وقت. تمام حاضر يا فندي. قبل ما ننسى، الصالة اللي كنتوا تمشولها وين مكانها بالضبط؟ ومن المدرب اللي كان يدرب في يوسف؟ اللي كان يدرب في يوسف واحد اسمه عطية. لما كنت نمشي مع يوسف للصالة كان هو اللي يدرب فيه. عادل، شوف لنا الصالة هذه مكانها وين بالضبط، وشن قصة عطية هذا. وين كان الصالة بالضبط؟